هلال. في اعتبارات عديدة من خلالها النادي الأهلي قرر إنه ما يقدمش هذه الشكوى. خلينا نتكلم فيهم واحدة واحدة، وأنا أكيد هقرأ لحضراتكم بيان النادي الأهلي. لكن في البداية من أهم الأمور وأهم النقاط اللي أدت إلى إن النادي الأهلي ما يقدمش شكوى في الأحداث اللي حصلت أو في نادي الهلال بشكل أوضح يعني بعد المباراة الأخيرة، أولا تقديرا للعلاقات ما بين الشعبين المصري والسوداني، وده أمر مهم جدا، وتقديرا لهذه العلاقات النادي الأهلي قرر أنه ما يقدمش أي شكوى. كمان تثمين الجهود الكبيرة اللي قام بيها الجيش والشرطة السودانيين، وده اللي شفناه في الحياة، وبصراحة هم أمنوا بشكل ممتاز، حتى لما نزل بعض العناصر في أرضية الملعب قدروا أن هم يتعاملوا مع هذه الجزئية، وإحنا حتى أشدنا بيهم بعد المباراة امبارح على طول، تصرفات ممتازة وتأمين بشكل مميز، فده أكيد أيضا تقديرا للجيش والشرطة السودانيين وتثمين لجهودهم الكبيرة. وكمان حرص الأهلي على العلاقات بالهلال، وده أمر مهم جدا. ليه؟ لأن النادي الأهلي لو اشتكى الهلال وقدم شكوى للاتحاد الافريقي فهيبقى في عقوبات كبيره جدا على فريق الهلال السوداني، لكن حرصا من النادي الاهلي على علاقاته بالهلال السوداني وبكل الانديه في القاره الافريقيه، فدايما النادي الاهلي بيحط الاولويات دايما هي العلاقات ما بينه وبين الانديه المختلفه، وده كان امر مهم جدا. لكن خلينا اقرا على حضراتكم بيان النادي الاهلي بتفاصيل عشان الامور تبقى واضحه بشكل اكبر بالنسبه لجمهور النادي الاهلي. كشف مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب عن أسباب عدم تقديم شكوى إلى الكاف بخصوص الأحداث المؤسفة التي تعرضت لها بعثة فريق الكرة في السودان أبان مباراة الهلال في ختام دور المجموعات للدوري رابطة الأبطال الإفريقية. وجاءت الأسباب في بيان رسمي ونصه الآتي زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشة: يأسف مجلس إدارة النادي الأهلي لما تعرضت له بعثة الفريق الأول لكرة القدم في مباراة الهلال السوداني الشقيق في دوري أبطال أفريقيا التي جرت مساء السبت الماضي بملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان، فقد تجاوزت مجموعات عديدة من جماهير الهلال السوداني كثيرا بحق الأهلي ولاعبيه، بدأت بتهديدات مسبقة قبل المباراة ثم هتافات مسيئة في المدرجات وإلقاء الكراسي المحطمة على اللاعبين وأعضاء الطاقم الفني والإداري وقذفهم بزجاجات المياه أثناء المباراة، ثم قيام بعض الجماهير باقتحام الملعب ومحاولة الاعتداء على لاعبي الأهلي، ولولا تدخل الفوري لرجال الشرطة والجيش في السودان ونزولهم إلى أرض الملعب لحدث ما لم يحمد عقباه. ثم استكمال اللقاء في أجواء ليس لها علاقة بالرياضة، فضلا عن إصرار جماهير الهلال الشقيق على عدم مغادرة ملعب المباراة بعد نهايتها للتربص بلاعبي الأهلي وجهازهم الفني والإداري ومحاولة الاعتداء عليهم، الأمر الذي ترتب عليه إجبار البعثة بالكامل وجماهير الأهلي المرافقة على عدم مغادرة ملعب المباراة بناء على تعليمات من رجال الشرطة السودانية لحين انصراف جماهير الهلال. كل هذا وقد حدث على مسمع ومرأى من الجميع ونقلته الشاشات، فضلا عن المادة الفيلمية التي حصلت عليها بعثة الأهلي والتي ترصد كل هذه التجاوزات المؤسفة التي وقعت لأسباب غير معروفة. لذلك قام مجلس إدارة النادي خلال الساعات الماضية بدراسة كل ما تعرض له فريق الكرة في رحلة السودان واستطلع كل ما جرى من خلال الشاشات أو مقاطع الفيديو التي تم الحصول عليها، وتيقن أن كل ما حدث يخالف بل ويناهض قواعد ولوائح كاف وقبلها العلاقة الوطيدة بين الناديين، ويضع نادي الهلال وجماهيره تحت طائلة العقوبات القاسية، وهو حق أصيل للأهلي ولاعبيه الذين تعرضوا لتجاوزات واعتداءات غير مبررة. لكن مجلس الإدارة وهو المنوط به الحفاظ على حقوق النادي والذي لم يفرط ذات يوم في اتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ حقوق الأهلي في كل زمان ومكان، قرر عدم تقديم شكوى للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بحق نادي الهلال السوداني وجماهيره لعدة اعتبارات يعتزي بها الأهلي ويضعها أولوية دائما قبل الفوز ببطولة أو نتيجة مباراة، وهي أولا
تقديرا واحتراما للعلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والسودان والتي لا يعرف قيمتها كل من شارك في الأحداث المؤسفة التي جرت أمام أو التي جرت في أم درمان. ثانيا تثمينا للجهود الكبيرة التي بذلها المسؤولون في الشرطة والجيش السوداني الذين يستحقون كل التحية على دورهم الكبير في تأمين بعثة الأهلي طوال فترة الإقامة هناك. ثالثا الحرص الكامل من النادي الأهلي على ألا يلحق أو يلحق بنادي الهلال السوداني الشقيق الضرر البالغ، خاصة أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تابع الأحداث وقد يقوم بتطبيق النصوص اللائحية بعد التجاوزات والاعتداءات التي شهدها ملعب المباراة. ختاما يتوجه مجلس إدارة النادي الأهلي بأسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان لكافة الجهات المسؤولة في الدولة المصرية التي قامت كعادتها بدورها على الوجه الأكمل في الداخل والخارج لتأمين سلامة بعثة الأهلي في السودان، وفي مقدمتها وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة الشباب والرياضة والسفارة المصرية في السودان التي بذلت جهدا يستحق التقدير والاتحاد المصري لكرة القدم. وتبقى مصر كبيرة وآمنة بجهود كل أبنائها المخلصين النادي الأهلي. ده بيان مهم جدا جدا من النادي الأهلي في الحقيقة. يعني الكل توقع إيه؟ قال لك الأهلي دلوقتي بيفكر ان هو يتقدم بشكوى الاتحاد الافريقي، وكل كمان ايه اعلن الاهلي قدم كمان الشكوى الرسميه، ورغم ان ده ما حصلش يعني، ونادي الاهلي هيستغل الموضوع ده عشان يطلع اول مجموعه، لان كده النقاط بتاعه المباراه كلها هتروح للنادي الاهلي، فبالتالي النادي الاهلي في القرعه هيبقى هو من ضمن اوائل المجموعه ويجي النجم الساحلي في المركز الثاني فيتجنب مقابله مثلا صن داونز ومازيمبي وكده. لكن النادي الاهلي اكبر من كده بكتير، النادي الاهلي اكبر من كده بكتير. فكر ازاي، بص الناس فكر ازاي. وفي الحقيقه انا عايز اشيد كل الاشاده بصراحه بالكابتن محمود الخطيب، ودايما هقولها تاني، احنا دايما اشادتنا في الراجل تبقى مجروحه شويه او شهادتنا يعني، لكن تصرفاته في الحقيقه وافعاله هي اللي بتتكلم عن نفسها. الراجل كان ممكن يستغل الظروف ويستغل الفرصه ان يتقدم بشكوى، وبالتالي ممكن النادي الاهلي يبقى مركز اول وكلام من ده، ويحط اعتبارات اساسيه وهي بطوله دوري ابطال افريقيا والمنافسه والافضل ايه والاسهل ايه. لكن ده ناتج عن ايه؟ اولا ثقته في فريق النادي الاهلي، ثانيا دور النادي الاهلي الوطني ودوره على المستوى الافريقي وحرصه على علاقات ما بين شعبين زي مصر والسودان، والعلاقات ما بين النادي الاهلي نفسه ونادي الهلال والانديه المختلفه. دايما بنتفاجأ بقرارات من النادي الاهلي ما بتبقاش في اذهان البعض، لكن الواضح ان المسؤولين في النادي الاهلي بيبصوا لابعاد اخرى، ابعاد على اولوياتها مصلحة الدولة، علاقات الدولة بدول أخرى، علاقات النادي بأندية أخرى. ففي الحقيقة كل التحية وكل الإشادة والتقدير لمجلس إدارة النادي الأهلي وعلى رأسهم طبعا الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي واللي كان رئيس بعثة النادي الأهلي في السودان وشاف الأحداث كلها قدامه، كل اللي حصل هو شافه قدامه. لكن كان في اعتبارات أهم النادي الأهلي اختار إن هو يضعها ضمن أولوياته، وهي اللي اتكلمنا فيها مع حضراتكم، سواء علاقة الشعب المصري بالشعب السوداني او الدولتين بشكل عام، علاقه النادي الاهلي بنادي الهلال السوداني، لان لو في النادي الاهلي طبعا قدموا شكوى فهيبقى في اضرار كبيره جدا وعقوبات قاسيه على فريق الهلال السوداني، فكانت ممكن يعني تعطله بشكل كبير جدا، وده امر مهم. وكمان تثمينا للجهود الكبيره اللي قام بيها سواء الجيش السوداني او الشرطه السودانيه في تامين هذه المباراه، وده امر كان واضح جدا بالنسبه لنا واحنا بنتابع هذه المباراه. لكن هو ده الاهلي، هو ده الأهلي اللي دايما بياخد قرارات بيفكر من خلالها في المصلحة العامة سواء كدولة أو علاقات بشكل عام. هو ده النادي الأهلي كبير الأندية، هو النادي الأهلي اللي بيبقى سباق في كل شيء. قرار مميز جدا بصراحة، وبيان ممتاز جدا جدا، وإشارة لكل العلاقات وكل الأمور التي يجب أن يتم اتخاذها بخصوص النادي الاهلي وبخصوص علاقاته ببعض الانديه الاخرى على راسهم نادي الهلال بعد المباراه الاخيره بالتحديد يعني، وايضا بخصوص الدوله، وتسمين كمان جهود وزاره الشباب والرياضه، وزاره الداخليه، وزاره الخارجيه، السفاره المصريه في السودان. دي امور كلها مهمه جدا ومميزه من قبل مجلس اداره النادي الاهلي. كمان البعض قال لك ايه، توقع
ان النادي الاهلي هيقدم الشكوى دي بقى وهيستغل الموضوع زي ما قلت لحضراتكم عشان يبقى الامور ماشيه في نطاق ايه، ان انت تاخد الثلاث نقط وكلام من ده. انا عاجبني قوي قوي بصراحه بقى كده ان الاهلي ما قدمش شكوى، لان احنا النادي الاهلي ما يفرقش معانا، بخلاف بقى الجزء الاداري ده وبخلاف البيان ده، ما يفرقش معانا احنا هنقابل مين. النغمه اللي كانت طالعه من ساعه ماتش الهلال ما خلص والتعادل الاهلي بقى تاني مجموعه، يا نهار ابيض احنا هنقابل مازيمبي، ايه ده احنا ممكن نقابل سان داونز، ايه ده احنا ممكن نقابل ترجي كمان اجمد فرق البطوله دلوقتي. فمش هو ده يا جماعه، مش ده تفكير النادي الاهلي خالص. النادي الاهلي بلعبته قادرين وبجهازهم الفني طبعا قادرين ان هم يكسبوا اي فرقه في افريقيا.